مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينة الدار البيضاء. رفقة أبطال رومان وبرطال، كذلك مجموعة من الأعمال التلفزيونية، يعني فنانين ما شاء الله. إلى قلت أحمد ولاد ولا لالا ملكة الرويس اللي كبرنا على الأعمال ديالهم، وما يمكنش تشوفهم وما تشوفش فيهم الأب وتشوف الأم وتشوف الحنان ديال لالا ملكة في التلفزيون، كذلك الأب اللي اكتشفناه في رومان وبرطال وفي حديد دان، وكتشوفو كتهضر بداك الحنان اللي كيتعامل بيه مع وليداتو. عفوا، لالا فاتي الذهبي، الممثلة ديالنا اللي تعرفنا عليها كذلك في التلفزيون في دوزام في رمضان. سي الحلو عبد المطلب، مرحبا بك. كذلك هو منتج ومدير اعمال مجموعه من الفنانين، واشتغل مع الشاب بلال ومجموعه من الفنانين المغاربه والعرب. اليوم في تصريح قوي وصادم حول دعم الفنانين، غادي نكتشفوا مع هذه المجموعه ديال الفنانين المغاربه يعني الراي ديالهم حول الدعم ديال الفنانين اللي تخلقت عليه ضجه في لي ريزو سوسيو سواء فيسبوك او انستغرام. اليوم غادي نناقشوا هذا الموضوع. غنبداو بسي احمد ولاد، مرحبا بك على قناه شوف تي في. اولا مرحبا بك الخير ومرحبا بكم حتى نتوما، وشكرا على هذه الالتفاته الجميله. في بادئ ذي بدء غادي نبدا بهذا الدعم. انا في الحقيقه انا مع هذا الدعم، وكنشجع هذوك الناس اللي سهروا على هذا الدعم، ديك اللجنه، وكان داك الشيء يعني كان مفروق بانصاف. احنا مسرورين لهذوك الناس اللي خدوا الدعم، وهذا التشجيع لهم، وكان كنطلبوا وكنتمناو ان تكون واحد الالتفاته اخرى بالنسبه للناس اللي ما خدوش. كاين فرق اللي ما خدوش، ان شاء الله غادي يكون عاوتاني ترويج، ولا غادي يكون دعم واحد اخر، وغادي يكونوا ان شاء الله حتى هما يستافدوا. هادشي اللي غادي نقدر. سي ولاد، نتوما كفنانين يعني نعم. ما غاديش نقولوا شي حاجه ما كايناش، اللي عطيتوا الشيء الكثير للساحه الفنيه المغربيه، سواء نعم. في لعبتي دور الاب، لعبتي دور ادوار كثيره، ما نقدروش نحدوا حاجه واحده بالضبط، لكن انتوما اللي كتستحقوا الدعم اكثر، خصوصا في كورونا. كنعرفوا ان التصوير ما كاينش، تمنع التصوير الا لو كانت لوطوغيزاسيو ديال شي حاجه اللي كتكون بعيده او لا شي ادوار اللي خفيفه. فواش سي ولاد فعل الدعم، واش استفدتي؟ خصوصا عرفنا ان قمت بواحد الفرقه مسرحيه، عفوا، واش استفدتوا من الدعم ولا دفعتوا ليه ولا لا؟ في الحقيقه انا ما دفعتش في الدعم، لكن كاين شي فرق اللي انا خدام معاهم ودفعوا للدعم، ولكن المؤسف هو انهم هما ما كملينش هذوك الدواسه ديالهم، كيخصهم شي وثائق اللي خصهم يعطيوها باش يكملوا الدواسه ديالهم. اذا كان انصاف كون كملوا الدوسي كون غادي ياخذوا حتى هما الدعم، وحنا راه كنصفقوا للناس اللي خدوا الدعم والحمد لله. يعني انتم مع انا مع اكيد رأي يحترم. استاذ عطي لاله ملكه الرويس الميكروفون ناخذ رايها. لاله ملكه مرحبا بك، منورانا اليوم. شكرا. اولا كنشكر قناه شوف تي في، وكنشكرك انت بالخصوص. بالنسبه للدعم فاحنا اسره فنيه، عائله وحده، لمه وحده، حنا حباب. اللي جاه الدعم كنقولوا ليه مبروك، واللي ما جاهش الدعم نساندوه ونقفوا جنبه ونصبروه ونقولوا التفات الماجيه ان شاء الله غادي يتعوضوا، ونفرحوا اللي خدا الدعم، ونفرحوا اللي غدا تعطاهم التفات الماجيه باذن الله. ولاله ملكه، كنشوفوا اسمح لي قاطعتك، كاين مجموعه من الفنانين المغاربه اللي استفدوا من الدعم. يعني هذا العام الوزاره قرات عن انها تعطي الفنانين يعني استثناء، غيكون واحد الدعم استثنائي. فالضجه اللي وقعت هو انه بعض الفنانين هضروا قالوا بان نفس الوجوه خدات، نفس الاسماء خدات الدعم، يعني ما كانش تغيير، كانت اسماء اللي خدات السنوات الفارطه هي اللي خدات هذه السنه. فهاد الشيء علاش كان وقع واحد الضجه، وكاين اللي تقلق وقال لك لا علاش نفس الوجوه تاخد، علاش حنا ما خديناش؟ كاينين فنانين اللي ما معروفينش واستافدوا من الدعم، وكاينين فنانين اللي بصح كيستحقوا الدعم وخداو، وكاينين فنانين اللي تنازلوا عن على الدعم كسعيد موسكير، النعمان الحلو. وسمعت انه كاينين شي فنانات اللي تنازلوا على الدعم، باقي ما غادي نتاكد من الخبر عاد نقول الاسماء ديالهم. انا كنشكر اللي تنازل على الدعم،
وكنشكر اللي خد الدعم وكنشكر اللي ما خداش الدعم. وبالنسبه للدعم الاستثنائي او غير استثنائي فانا كنحترم وعندي ثقه كبيره في جميع المؤسسات المغربيه. هذا الشيء اللي يمكن لي نقول. تبارك الله عليك. درتوا فرقه مسرحيه؟ انا رئيسه منتدى الفنانات المحترفات في جميع المجالات داخل وخارج المغرب. الزوج ديالي المدير الفني ديال هاد المنتدى للفنانات المحترفات في جميع المجالات فاتي الذهبي، حتى هي من ضمن الموجودات داخل الفن، من ضمن الفنانات اللي ديال المنتدى. وهي تبارك الله عليها داخل المنتدى بصفتها ملكة جمال، مغنية، ممثلة، ممثلة، وعندها واحد المجال اللي ما كيعرفوش الناس فيها وهو المجال ديال الديكور. تبارك الله عليها. والفرقة اللي حنا المنتدى نزلنا به الأرض الواقع تحت اسم فرقة أولاد رويس، اللي هي من ضمن هذه الفرقة وبنت هذه الفرقة، والزوج ديالها اللي هو المدير الفني والمناجر ديالها وديال عدة فنانين مغنيين آخرين، حتى هو راه ولد هذه الفرقة. أكيد مرحبا بك. غادي يكون شي عمل كيجمعكم مع فاتي؟ طبيعة الحال ان شاء الله غير تحيد هذه، ان شاء الله كورونا غير تحيد هذه الجائحة وترفع لنا هذا البلاء وترجع الحياة الطبيعية العادية، وأراك الأمل. وحتى حنا غندفعوا الدعم. وحتى حنا غندفعوا الدعم ان شاء الله وربي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عطي لالا فاتي. فاتي مرحبا بك على قناه شفتي مره اخرى، انت بنت الدار وماشي اول مره غادي نستضيفك. فقط راي ديالك يعني كممثله مغنيه وملكه جمال في الدعم اللي تعطى الفنانين وتخلقت فيه، تخلقت عليه ضجه كبيره، اكيد شفتي هذا الشيء في فيسبوك في انستغرام. اول حاجه كنبغي نشكر قناه ديال شوف تي في لانها دار ديال كل مغاربه. كنبغي نشكرك الاخت ماليا على هذه الاستضافه. غادي نقول لك ان الله سبحانه وتعالى خلق وفرق الارزاق، حتى شي واحد ما كيدي الرزق ديال شي واحد اخر. وحنا مع هذا الدعم يعني اللي خدا هذا العام فغادي يكون خدا عن جداره واستحقاق، وحنا كنثقوا في اللجنه ديال التحكيم لانهم ربما هما كيشوفوا شي معايير اللي حنا ما كنشوفوهاش، ربما ما كنشوفوا شي وثائق اللي حنا ما كنشوفوهاش. غير هو كان كنطلبوا من الفنانين يعني اللي خداو الدعم انهم يقوموا باعمال اللي تكون في المستوى اللي تليقنا حنا كفنانين وتليق الجمهور الكريم. وكنتمنوا كذلك من الناس ديال السينما كذلك اللي خداو الدعم يقوموا باعمال اللي تليق بينا حنا كممثلين وتليق كذلك بالجمهور الكريم. وحنا خصنا نفرحوا بعضياتنا ونكونوا لمه واحده ونتعاونوا مع بعضياتنا وبهذا الشكل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك سي عبد المطلب. اهلا وسهلا لالا ماريا، تنشكر شوف تي في. مرحبا بك اولا. انت عبد المطلب، انت مدير اعمال مجموعه من الفنانين المغاربه كذلك العرب، كتشتغل في الديار الاوروبيه بالضبط بلجيكا ومجموعه من الدول الاوروبيه، تنظيم الحفلات، الانتاج لبعض الفنانين، مدير اعمال الزوجه ديالك وكتنتج ليها كذلك. فبغينا نعرفوا الفنانين اللي كتشتغل معاهم وانتايا كذلك واش دفعتوا للدعم، ما استفدتوش منهم، وجهه نظرك في الدعم وفي هذه ازمه كورونا كيفاش درتوا مع الخدمه، لان عارف ان الحفلات كلشي تحبس. هي في الصراحه بالنسبه للدعم كاينين فنانه يعني بزاف بهم اللي كاينين في اوروبا بالاخص بلجيكا، بعض الفنانه يعني ممكن تقول الاسامي ديالهم بحال نور الدين الحوري، محمد الحبيري، مراد ماجود، رشيد القاسمي، عده فنانين اللي ما ذكرش اسامي ديالهم غادي نذكرهم. يعني كاينين بزاف بحال نور الدين الحوري مثلا، وفي الصراحه تيدير اعمال بزاف تقريبا كل شهر ولا شهر ونص ولا هذا تيخرج واحد العمل زوين، فيديو كليب، ومن الاصوات الرائعه ومن الاصوات الرائعه، لا هو ولا
محمد لبير بزاف تاع الفنان كاينين ومورها دماجو كاينين شي ناس اللي مزيان وفي الصراحه ما قدموش الدعم صراحه ما قدموش الدعم وتخصها تكون الالتفاته حتى لهاد الناس ديال اوروبا وتكون عندهم واحد الالتفاته واللي خد الدعم الله يسهل عليه واللي ما خدش الدعم ياخذ العام الجاي واللي خد هذا العام خاصو العام الجاي عاوتاني ماشي عاود ياخذ كل سنه يبقى ياخذ في الدعم ياخذ في الدعم ويحرم شحال من الناس والدعم عاوتاني تيبغي بالنسبه للفنانين او كجمعيات او شركات او هذا تيخصو يكون عندهم الوثائق كامله ويكون عندهم كونطرا ديال الترافاي بالنسبه للمونتاج او كاتب كلمات او ملحن او عده كاع الموسيقيين او تاع المسرح يكون عندهم كونطرات وعندهم اوراق ديالهم هما هادو باش من تيمشيو لوزاره الثقافه وزاره الثقافه تنظر الاوراق ولا كانت شي ورقه خاصه ما فيها باس لو اتصلوا عليهم باش ما يكونش هاد يعني هذا الصداع كلها تيغوت بغى الدعم هذا ما خاش لا هذا غير رجع هي اللي تيستحق راه غياخذوا واللي ما استحقش راه ما غياخذوش يعني على حسب الاوراق وتبارك الله كاينين فنان لا في اوروبا ولا داخل المغرب وخارج المغرب كاينين فنانين كبار ومن ضمنهم اصحاب السينما والمسرح وهذا بحال سي احمد اولاد ولالا ملكه رويس والفنانه ديالنا فاتي الذهبي حتى هي ان شاء الله غدابا يدفعوا الدعم هذا العام ما دفعوش ولكن العام الجاي غيدفعوا اللي غنتمنى من الله يعني اللي خد هذا العام يخدم ما ياخذش العام الجاي لا خصو يبين الخدمه خصو يبين الخدمه ديالو واللي العام الجاي عاوتاني غادي يدفع خصو حتى هما يلتفتوا ليهم وتا يلتفتوا للناس خاصه ديال اوروبا بزاف يعني انت دابا انت كتجي من الناس ديال اوروبا تعيش مع الناس ديال اوروبا والله العظيم مساكيني انا تنهضر على اطار الفنانه يعني المغنيين كاين اللي تينتج من عنده تيدير فيديوهات كليبات بزاف يعني عدد لا من عنده من ماله الخاص بحال دابا مثلا غادي نهضر من المغرب مثلا فاتي المدام ديالي فاتي الذهبي تتنتج بوحدها تتنتج بوحدها كل شيء تدير بوحدها تتصرف راسها هذه ولكن ما دفعش لها الدعم ونتمنوا العام الجاي ان شاء الله تدفع الله يسهل على الجميع يا ربي امين كمنتج كنشوفوا شركات ديال الانتاج دفعوا الدعم علاش انت ما دفعتيش والله اختي انا ما دفعتي والصراحه هي هذه المنتجين دفعوا واستافدوا شركات الانتاج ناس استافدوا بزاف وهذا وعلى ما سمعت انا الله اعلم انا ما سمعت تيقولوا حتى شركات ما توقع لها شركه البني استافدت لما تجي تخربق انا ما عرفتش والله اعلم هادشي اللي تيقولوا والله اعلم شركه تاع البني استافدوا ولا هذا او كاين شي وحدين مثلا اللي تيستافدوا هذا العام هذا العام كاين شي وحدين جمعيات وقلا ديال الدرب هادشي اللي تيقولوا يعني الناس بحال دابا اللي في اللجنه ديال الوزاره ديال الثقافه تيخصها تلتافت لهادي وتشوف وتركز على الوثائق بمعنى الكلمه وعلى الكونترات ديال الخدامه ديال كلشي الفنانه الكبار وهذا الموسيقيين تركز عليهم وتعطيهم ديك 60% لهذا ولا الله يعني الله اعلم هادشي اللي تنقول انا ما دفعتش ونتمنوا العام الجاي واللي خاد الدعم الله يسهل عليه واللي ما خادش غياخذ العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نغتنموا الفرصه وكنعرفوا ان فاتي كانت غتخرج واحد العمل غنائي فين وصل فين ها هو يعني في اطار ديال الخدمه يلاه يعني الكلمات ديالو وحنا خدامين فيه في اطار الانجاز ان شاء الله وغادي ان شاء الله غيكون الحال مزيان ان شاء الله تضرروا من كورونا وهم اكثر واحد يتضرر لان كانوا غيديروا العرس ديالهم الله العظيم ولكن ان شاء الله غادي الله يرزقهم وليداتهم ان شاء الله يكونوا صالحين وفيهم الخير ويدوزهم ان شاء الله وان شاء الله يرزقهم بليا ولا وليد ويعملوا لنا اسبوع وعرس ومنطه ان شاء الله يا رب لالا ملكه الله يطولك وسي اولاد الله يكرم عليكم الله يكمل عليكم كلمه اخيره سي عبد المطلب ما سخيناش بكم كلمه اخيره باش تعطي الفنانين ديالنا كل واحد كلمه اييه صافي هكا قول بعدا عندك الميكروفون باش الكلمه الاخيره اش غادي نقول للجمهور اللي كيتبعكم في هذا اللايف والجمهور اللي تيتبعنا في هذا اللايف تمنى كل حسن على حسن الجمهور هذا الكلام والكلمات مزيانين وهادشي هو اللي كاين كتحشم ولكن ماشي تنتمنى على حسن الظن للجميع ونتمنى وزاره الثقافه
ينقصوا الثقافه، يشوفوا هاد الممثلين الناس الكبار اللي كبرنا معاهم بحال دابا السي احمد اولاد، والله العظيم هذا الراجل رائع. وانا بعد من طيب، هو اصلا طيب وحنين، طيب وحنين واب، وتنتمنى تكون هاد الالتفاته كبيره للملكه ويسو. تنتمنى يكون هاد الشيء والله العظيم. تبارك الله عليك. كنبغي نوجه الشكر خاص للجمهور الكريم، وكنبغي نعتذر منهم لان اللي ما قدرتش نقدم شي عمل ولا نطرح شي اغنيه ولا شي حاجه بحكم الوضع الحالي اللي واقع دابا في المغرب في العالم، ماشي غير في المغرب اكيد. وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله من بعد هذه الجائحه يكونوا اعمال اللي في المستوى اللي تنال اعجاب الجمهور الكريم وتنال الجميع، وان شاء الله غادي يكونوا عده اعمال اللي كتجمعني مع الفنانه الغزاله الغنيه عن التعريف لاله ملكه لويس، وكذلك الرائع الممثل المقتدر السي احمد اولاد، وان شاء الله غادي يكونوا عده اعمال معاهم وعده اعمال افلام وكذلك مسلسلات. وكنبغي نقول لكم شكرا بزاف شوف تي في قناه صراحه الدار ديالنا، وشكرا مرحبا بك كريم، وكنبغيكم بزاف. تبارك الله عليك. تبارك الله لاله فاتي، لاله ملك الغزاله. الغزاله هي ماريا، الله يحفظك ليا الحبيبه. انت الواحد ملي تيقول الرائعه فلانه كنقولوا اروع. الله يحفظك، الله يحفظك الحبيبه. انت الاجمل، الله يحفظك الحبيبه ديالي في عويناتك. الكلمه الاخيره وليست بالاخيره، وانما باش نختموا هاد الحلقه باذن الله تنقول ان ملي غتحيد هاد جائحه كورونا باذن الله وترجع الحياه الطبيعيه عاديه، ان شاء الله عندنا عده اعمال اللي غادي نقوموا بها، وغادي تبدا بها فرقه اولاد الرويس، وباش ان شاء الله نزيدوا لقدام، وان شاء الله غادي نزيدوا لقدام مع البنت ديالي فاتي الذهبي، وان شاء الله مع المدير الفني والمناجر عبد المغير عبد المطلب الحلو عبد المطلب الحلو ان شاء الله. وكنتمنى لرئيس الفرقه رئيسة المنتدى، هو المدير الفني ديال المنتدى العالم الافتراضي، وهو الرئيس ديال فرقه اولاد الرويس، وانا المديره الفنيه ديالو. كنتمنى ان شاء الله نتعاونوا فيما بيناتنا على هاد الفرقه، ونتعاونوا مع اولادنا وبناتنا غادي يكونوا معنا سيرسين، وان شاء الله نزيدوا قدام، وكنتمنى الله يوقف لينا، وكنتمنى اننا نرضيو الجمهور ونكونوا عند حسن الظن ديالو ان شاء الله باذن الله. ختام وحنان. الله يحفظك السي. كنشكر هاد القناه اللي شفت بها اللي عطاتنا هاد الوقيت من عندهم، وكنشكر المتتبعين الجمهور، ونقول لهم بلي راني كنحبكم بزاف 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 بزاف، وكنقلبوا لكم دابا كنقيو باش نجبدوا عمل زوين يليق بالمقام ديالكم، وشكرا. تبارك الله عليك، تبارك الله عليكم كاملين، ما سخيناش بكم، ونشوفكم ان شاء الله في شي عمل رمضاني ولا شي مسلسل اللي نتفرجوا ونستمتعوا معكم. تبارك الله عليكم، شكرا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا انتم على المتابعه اللي دائما اوفياء لنا. الى اللقاء.